السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على نبينا الكريم اليوم راح ناخذ اخر درس في الوحده السادسه اللي هو الدرس الرابع للصف الاول متوسط وان شاء الله في فيديو قادم راح نبدا الوحده السابعه مثل ما نشوف اليوم راح يكون عندنا writing، writing يعني كتابة، نشوف أول تمرين عندنا اللي هو تمرين A find 22 two words يعني إيش؟ جد 22 كلمة، جد 22 وعشرين كلمة، uh, in the world search في بحث الكلمات that are related to celebration التي تكون <hesitation> uh, um, يعني related يعني uh, مشتركة أو تكون يعني تابعة للاحتفالات 12 words across and 10 words down يعني إيش؟ يعني 12 كلمة بهذا الاتجاه تكون بهذا الاتجاه و 12 كلمة تكون بهذا الاتجاه down أوكي؟ okay. shade them with a pencil يعني إيش shade them with a the pencil يعني خطط عليهم الكلمة مثلا الكلمة اللي لقيناها نحط عليها shade بالقلم الرصاص عشان تكون واضحة ومباينة write the remaining letters to find a hidden message okay. خلونا نشوف نحاول نطلع الكلمات هذه عندنا كلمات عمودية وأفقية اللي هي across وdown راح نشوف أول كلمة عندنا اللي هي الأكروس راح نشوف أول شيء الكلمات اللي هي الأكروس أكروس هذه هي أك روس يعني كلمات آه عمودية أو عفوا أفقية خلاص عندنا مثلا آه أول كلمة عندنا هنا تراديشنال نصغر شوية البوكس عندنا هنا أول كلمة راح ناخذ الكلمات اللي زي كذا اللي هي أكروس روس نعم كده أكروس تمام طيب عندنا أول كلمة تراديشنال هذه أول كلمة هذه كاملة من هنا نبدأ إلى هنا من هنا إلى هنا أوكي تراديشنال هذه أول كلمة بعد ذلك عندنا كلمة فان فان يعني مرح تراديشنال أول وحدة تراديشنال معناها تراثي رقم اثنين فان يعني مرح بعد ذلك عندنا ميلز اللي هي وجبات معناها وجبات كمان عندنا هنا لامب اوكي وبعد ذلك عندنا ديت اور ديتس ديت ممكن ديت وممكن نكملها ديتس يعني آه. ايضا عندنا سيلبريت عندنا كلمه سيلبريت سيلبريت الى هنا اوكي آه. كل هذه كلمات اكراس كمان عندنا هوليدي holiday هذه يعني إجازة بعد ذلك عندنا flag flag هذه كلمة flag يعني علم أوكي بعد ذلك عندنا أيضا fireworks fireworks أوكي يعني الـ زي ال ايش اقول لكم العاب ناريه وزكيه اوكي بعد ذلك عندنا graduation يعني تخرج خلاص بعد ذلك عندنا ايضا رمضان الله يبلغنا ان شاء الله رمضان لا فاقدين ولا مفقودين بعد ذلك عندنا اخر شيء اللي هو عيد الفطر شفتوا عيد الفطر خلاص كم كلمه نشوف 1 ثلاثة ستة سبعة عشر خلاص هو قال اثنا كلمة أفقية واثنا عشر كلمة عمودية هنا خلصنا من هذه ال الكلمات نشوف الكلمات اللي هي داون اللي هي العمودية اللي هي بهذه الطريقة رح تكون بهذه الطريقة رح تكون كذا اسمها داون يعني أسفل أوكي طيب أول شيء عندنا كلمة family يعني عائلة أوكي من الإف نبدأ تبدأ من الإف تنتهي إلى واي family إيش كمان عندنا pray pray يعني إيش صلاة خلاص pray أو دعاء بعد ذلك عندنا decorate decorate يعني يزين أو يجمل decorate بعد ذلك عندنا كلمة uh, parade أيضاً عندنا كلمة كلمة invite كلمة invite اللي هي اللي هي دعوة بعد ذلك عندنا أيضا uh, goat goat أو goats نفسها يعني uh, goat يعني uh, singular و goats uh, plural بعد ذلك national national okay يعني وطني uh, بعد ذلك gifts gifts من تبدأ من جيفت يعني هدية، بعد ذلك عندنا share، شير يعني مشاركة، بعد ذلك عندنا هنا liberation تمام؟ نشوف الكلمات اللي جمعناها كم عددها؟ one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. ten. عشر كلمات يعني في كلمات كمان ناقصه نشوف كمان كلمات اخرى نشوف بعض الكلمات باي كان عندنا كلمه باي نحاول نحن نشوف كلمات اخرى عندنا ايضا المهم نحاول نجيب كذا صارت عندنا كم كلمة سبع آه كم احد عشر كلمة باقي كلمة واحدة اتوقع المهم بهذه الطريقة احنا طلعنا مجموعة من الكلمات نشوف بعد ذلك عندنا هنا بي ريد the invitation يعني اقرأ الـ دعوة to graduation party لحفلة التخرج uh, work with a partner اعمل مع زميل ask answer questions with who what where when and why اسألوا أين ومتى وكيف وخلاص أول شي عندنا who is the graduation party for لمن هو الـ الحفل التخرج The graduation party is for أحمد هي لاحمد okay نشوف الاند ال invitation أو الدعوة please join us I'll... لو سمحت شاركنا to celebrate لاحتفاد the graduation التخرج the... 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 of لي uh, أحمد uh, الفيصل uh, متى Saturday ماي اللي هو شهر ماي 15 اللي هو يوم 15 at 6 p.m. في الساعة السادسة مساء وهنا مكتوب اسم المكان اللي راح يقيمون في الحفلة اللي هو Off -Seas Restaurant ويعلمك الموقع حقهم اللي هي 445 Main Street okay. طيب بعد ذلك ننتقل للصفحة التالية اللي عندنا هنا كلمات اسمها uh, modal verbs عندنا كثير من المودل فيربس اثنين منهم راح ندرس اليوم اللي هي ماست ماست وشود اثنين هم معناهم يجب عليك او لازم يعني بمعنى لازم بس ما لكن هنا عندنا يقول لك ماست هي اقوى في الـ في الطلب يعني لما تكون لما أقول لك must يعني الشيء الملزم فيه يعني لازم should كمان معناها لازم بس إنها على أخف، وقعها يكون أخف، نشوف عندنا الأمثلة ،أول شيء عندنا مثبتة اللي هي نقول affirmative يعني مثبتة we must follow rules يجب علينا أن نتبع القوانين we must نحن يجب علينا follow نتبع the rules القوانين خلاص أو he must هو يجب عليه stop at the traffic light هو يجب عليه أن يتوقف في إشارة المرور must يعني الشيء جدا ضروري إنه هو يسويه طيب هذا مثبت إذا بغيت أن فيها إيش أقول you mustn't mustn't هي أصلا اختصار لي must not بدل أقول must not أقول mustn't talk during the test هو لا يجب عليه التحدث أثناء الاختبار okay they mustn't park on the sidewalk okay لا يجب عليهم أن يقفوا في جهة المشي okay أو oh, yeah. خلاص يعني يوقف السيارة في جهة اللي مفروض الناس يمشون في الجهة اللي تكون على جنب للمشي أوكي إذا تعرفنا على must عرفنا جملة مثبتة ومنفية نشوف should should تكون الأشياء البسيطة هنا شفتوا قوانين إشارة المرور الاختبار أشياء جدا قوية خلاص ما <hesitation> أه لما نستخدم عليها must تدل على أنها شيء يجب علينا فعله أو لا يجب علينا فعله. هنا should who should I invite to the celebration؟ يعني ما من يجب عليا أني أنا أدعوه للحفلة أوكي؟ أدعو للحفلة. we should donate the poor يجب علينا أن نتبرع للفقراء. بعد ذلك they shouldn't eat junk food لا يجب عليهم أن يأكلوا الوجبات السريعة she shouldn't keep or spend all her money هي لا يجب عليها أن تصرف أموالها كلها shouldn't هي اختصار من should not خلاص should not هي full form أو الصيغة الكاملة shouldn't هي الصيغة المختصرة اللي هي short form أوكي؟ okay. إذا تعرفنا كيف النفي والإثبات، نشوف مع التمارين راح نفهم أكثر وأكثر، عندنا أول تمرين اللي هو change the imperative sentence to sentence with must or absent. يقول لك إنك تستخدم must or mustn't، نشوف طبعا ال must. يقول لك الماست قبل ما نشوف الماست والشود والشود لازم تكون تيجي قبل الفعل نسويها بعدها نسوي الفعل اللي هي القراءة كتابة أي شيء خلاص أول شيء نسوي must ولا should بعدها الفعل طيب هنا عندنا يقول لك be kind to your neighbors يعني كن كريم مع جيرانك we must we must خلاص إحنا نحن هنا قاعد يقول be kind وي هنا قاعد يقولك استخدم وي نقول must أول شيء بي اللي هي الفعل كن وي وي must be kind to our neighbors لازم يجب يجب علينا أن نكون uh, كريمين مع الجيران أوكي okay? طيب بعدها <hesitation> uh, أي اللي بعدها أي يقولك do your homework tonight uh, يعني افعل واجبك أو اكتب واجبك الليلة. I نقول I موجودة هنا must أكل نكتب إيش must أول شيء نكتب must لأنه هو قاعد يقول استخدم must ولا mustn't I must do I إذا I إذا كانت I راح نقلب ال your my ليش؟ لأنه أنا قاعد أتكلم عن نفسي، لأنه هو قاعد يقولك لك تكلم عن نفسك، قاعد يقول لك I I must do my بدل بدل your my my homework tonight I must do my homework tonight يجب علي أن أفعل واجبي الليلة بعد ذلك رقم ثلاثة don't be late for class لا تكون متأخرا في الفصل يقول لك حطها you هنا don't كتب لك يعني راح نستخدم mustn't you mustn't لأنه هي منفية mustn't mustn't you mustn't uh, be late for class خلاص don't ما يحتاجها لأنه خلص you mustn't be late for class خلاص must you mustn't be late for class بعد ذلك عندنا رقم ثلاثة ask the teacher for help اسأل معلمك للمساعدة أوكي؟ okay. استخدم شي يعني هي راح نستخدم ضمير هي، وراح نستخدم الضمائر اللي تتابع لها، أوكي؟ okay. She must ، must ، خلاص؟ She must ask the teacher for help، خلاص، ما في أي ضمير ثاني، لازم يجب عليها أن تسأل المعلم للمساعدة أو المعلمة. رقم أربعة: don't sit on the desk لا تجلس على الطاولة. students تكلم على students ياه uh, students mustn't نستخدم mustn't sit uh, on the desk ما no, نكتب dont لأن mustn't موجودة sit uh, on the desk خلاص desks بعد ذلك عندنا share your toys uh, uh, يعني شارك ألعابك the children the children must share their uh, their your نحن هنا children يعني أطفال Your ما نكتبها نكتب their their toys the children must share their toys okay number six عندنا هنا رقم سته رقم سته يقولك don't eat snack before dinner don't eat snack لا تأكل وجبه خفيفه قبل العشاء he نقول he he mustn't he mustn't eat snacks before dinner من غير don't لأنه mustn't موجودة رقم سبعة عندنا يقول لك send the invitation today ارسل الدعوة اليوم we استخدم we we must يجب علينا send the invitation today ارسال الدعوة اليوم رقم ثمانية don't use firework indoor you أنت، okay؟ ما uh, mustn't نقول you mustn't لأنه don't موجودة use firework إندور خلاص ننتقل للتمرين التالي اللي هي should و shouldn't بنفس الطريقة لكن الكلمة تختلف اللي هي should و shouldn't راح أحل لكم إثنين أو ثلاثة والباقي حلو عشان ما يكون الفيديو جدا طويل اوكي okay. نشوف طبعا إحنا قلنا should و must لازم تكون قبل الفعل خلينا نشوف complete the sentence أكمل الجملة with should or shouldn't مع should مع يجب أو لا يجب and the verb parathesis okay. أوكي يقولك هنا يحيى stooth hurts يقولك يحيى انجرحت أسنانه أوكي okay. هي فراغ a dentist هو فراغ لطبيب الأسنان هي should سي هي اعطاك الفعل الفعل اعطاك هذا هو انت تستخدم يا شود يا شودنت يقول لك ما دام انه اسنانه تعوره لازم يشوف طبيب الاسنان ما نقدر نقول shouldn't فهمنا انه هو يحتاج طبيب اسنان فهنا نقول هي شود بعدين أول شيء should بعدين سي نكتب كلمة هي should سي لازم نشوف طبيب أسنان بعد ذلك نمبر two فاطمة wants to lose weight فاطمة تريد أن تخسر الوزن أوكي شي فراغ آيس كريم هل الآيس كريم بيساعدها على أنها تنزل وزن؟ لا يعني نقول شي شودنت لا يجب عليها eat shouldn't أول شيء بعدين eat أوكي هي لا يجب عليها أن تأكل الآيس كريم رقم ثلاثة The children don't feel well. الأطفال لا يشعرون جيدا okay. They فراغ to school today They هم مريضين يعني خلاص هل يجب عليهم أن يذهبون المدرسة؟ لا لا يجب They shouldn't go خلاص لا يجب عليهم أن يذهبوا. طيب بعد ذلك عندنا آه رقم أربعة: if you don't understand إذا لم تفهم, you فراغ the teacher to explain. يقول لك لازم آه هل يجب عليك أنك تسأل المدرس ولا لا يجب؟ نعم يجب عليك. You should إذا ما فهمت الدرس, you should ask the teacher to explain should. Okay. بعد ذلك عندنا رقم خمسة: the party starts at eleven o'clock. What time Uh, الحفله راح تبدا الساعه 11 اي وقت uh, لازم نذهب اوكي okay? شود يعني شود وي ليف وي اول شيء وي اول شيء وي الضمير بعدين شود بعدين ليف اوكي okay? بعد ذلك عندنا هنا drivers السائق فراغ سيل فون uh, هاتفه when they are driving لما السائق فراغ تليفونه وهو يسوق، إيش نقول؟ لا يجب عليه أن يستخدم shouldn't use، أوكي؟ okay. يستخدم. بعد ذلك عندنا I have an idea، عندي فكرة. نحن فراغ the room with balloons، آه يعني نحن نحط الغرفة فيها بالونات، يعني should، معناها should. نقول should decorate، آه نجملها بال آخر واحدة عندنا thanks for invite me شكرا لدعوتي what فراغ how about a cake what I I bring إني آه, أنا أجيب في الحفلة يقول لك يعني I أول شيء بعدين should بعدين bring أوكي حليتها لكم كاملة علشان ما تكون صعبة عليكم أتمنى يا رب إنه يكون واضح ومفهوم درس جدا سهل شوية من التركيز وشوية تفهمون أتمنى لكم يا رب التوفيق والنجاح واشتركوا في القناة وفعلوا زر التنبيهات وحطوا لايك تقديرا لتعب مجهودي عشان يوصل الفيديو لأكبر قدر ممكن من الطلاب والمعلمين واللي عجبوا في قناتي وحاب انه هو يتفرج على فيديوهاتي اهلا وسهلا واللي ما عجبوا انا لا اجبر احد يعني التعليقات السلبية اللي تنكتب تحت الفيديوهات ما لها اي داعي عجبك كويس، ما عجبك الله يحفظك وين ما رحت، أنا لا أجبر أحد، اللي يحس إنه هو مستفيد يجلس، اللي حس إنه هو ما عجبه طريقة شرحي، ما عجبه كلامي يستطيع إنه هو يغادر القناة ببساطة، أنا لا أجبر أحد، أنا قاعدة أسوي فيديوهات لوجهه الكريم، وأحاول أساعدكم، وبإذن الله ربي يتقبل عملي، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، باي باي.